نشوف عودة بقى المنتخب الفرنسي طبعا بعد خسارة كأس العالم. بس الحقيقة هي خسارة، هو مفيش حاجة اسمها خسارة مشرفة باي ذا واي، لكن تقدر تقول عليها دي كده. الكفاح اللي حصل ووصول لضربات الترجيح أكيد كان شيء يعني ما اتغلبتش بسهولة. طبعا رجعوا امبارح الاثنين بعد طبعا المباراة اللي اتغلبوا فيها، واستقبلتهم الجماهير بترحيب حار من الجمهور الباريسي. فيش كلام انه طبعا الوضع هيختلف، يعني في فرق طبعا ما بين استقبال جمهور المغرب للمنتخب المغربي وايضا جمهور الارجنتين للمنتخب الارجنتيني والجمهور الباريسي الفرنسي لمنتخب فرنسا. وصلوا نهائي كاس عالم، في الوقت الاصلي واضافي 3-3، رحنا الضربات الترجيح، لكن في النهايه لم نظهر في الكدر الخاص باستلام الكاس. لكن ايضا هناك تحضر من الجماهير لمنتخب بلادهم اللي وصل لكاس العالم، وصل للمباراه النهائيه، ده شيء مش سهل، وتخطى منتخبات كبيره وعريقه، فكانوا يستحقون هذه التحيه، ده اكيد. لكن اللي بيحيي من الجمهور جوا قلبه حته ناقصه ان احنا ما اخدناش الكاس، فهو رايح بيجبر خاطر المنتخب الفرنسي، سميها كده يعني بحب طبعا، لكن جوا قلبه في حته ناقصه، ان انا كنت عايز اشوف الكاس في ايد بابيه، اشوف الكاس في ايد لعيبه المنتخب الفرنسي. نسمع مع بعض.